مرحبا بكم في الفقرة الثانية. وزي ما احنا عارفين منتخب مصر واجه النظير اللبناني والسوداني في كاس العرب وبيستعد لمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء، واكيد هتكون مباراة قوية جدا. هنتكلم عن الرؤية الفنية للمباريات وهنتكلم عن الأداء والنتائج. بس خلينا نرحب في البداية بكابتن أحمد عبد الفتاح نجم الأهلي السابق. بونجور قوي، صباح الخير و نورنا كالعادة. الله يخليك، ميرسي جدا. نخش على طول في الموضوع. بالضبط. يعني احنا حتى النهارده عاملين سؤال سوشيال ميديا للناس وقولوا لنا كده اداء المنتخب في كاس العرب سو فار يعني، والاداء في العموم مع كيراش. يمكن لو ما كانتش مباراه امبارح اتلعبت اعتقد يعني الاراء كانت هتبقى معروفه، لكن امبارح حتى لو هنتكلم مباراه السودان او منتخب السودان ضعيف مقارنه اكيد بمصر، لكن سكور كويس، يعني سكور كويس. رأيك إيه ولا مش مقتنع بالكلام ده؟ لا، أنا عندي رؤية تانية خالص. أنا شايف إن البطولة دي مستر كروش واخدها غير الشعب المصري. إحنا الشعب المصري أو الجمهور المصري في كرة القدم عايز أي بطولة يخشها عايز ياخد البطولة. لا، كروش عنده وجهة مختلفة، بيدي فرصة لمجموعة من اللعيبة عايز يشوفها، شافها في الدوري المصري، عاملين مباريات كويسة، بياخدها في البطولة العربية. برضو موضوع إن يكون لعيب مميز في الدوري المصري ويكون تعمل لعيب دولي دي حاجه صعبه شويه، وده بان في بعض اللعيبه، وبعض اللعيبه التانيين بان يقول لك لا ده من الاول ده لعيب شكله لعيب دولي، لا ده لعيب محلي. ده الكلام اللي احنا بنقوله، اللي هو فعلا في اوقات من في وقت من الاوقات مجموعه من اللعيبه تديها المباراه الدوليه ما تلاقيهاش على قد المستوى اللي بنشوفهم في الدوري المصري. فهو انا احساسي ان هو واخد البطوله دي بيدي فرصه للناس دي، عايز يعمل صف تاني للمنتخب، عايز يعمل في اماكن معينه لعيبه يكون عنده بديل يحصل اي مشكله. عنده مباراه مهمه جدا، المباراه اللي بعد البطوله اللي هي المباراه المؤهله لكاس العالم، مباراتين مهمين جدا، وبعد كده بطوله افريقيا. فعايز برده هو مستر كروش بقاله لعب مع منتخب مصر حوالي 6 مباريات بس، فبرضه ما حطش وما تقدرش في ال6 مباريات دي تحدد بجد الاداء ابدا. ليه؟ وده غريب يعني، لان معظم ال6 مباريات اللي لعبناها مع فرق مع احترامي بعيده جدا عن المنتخب المصري، فالمباراه انا شايفها تعتبر سهله. يعني لعب مباراتين لليبيا، كسب ليبيا هناك وكسب ليبيا هنا. لبنان لو هنتكلم كاس العرب برضه فوز كان صعب، بس برضه انا برضه بتكلم على المستوى، اداء غير جيد بصراحه. الاداء غير جيد، بس انا شايف ان هو في لعيبه معينه لسه بيستكشفها، عايز يحط هو بيحضر، نقدر نقول بيحضر للحاجات للاتقل، اللي هم ايه، مباراه الوصول لكاس العالم وبطوله افريقيا. عايز اول حاجه يوصل كاس عالم، دي هم بالنسبه له جدا. المدرب الاجنبي كمان احساس انا وصوله لكاس العالم اهم من بطوله افريقيا، لان هو بيعمل شكل لنفسه او بيعمل سي في لنفسه نوصل لكاس العالم عشان الشغل بعد كده. لكن في بطوله افريقيا هيخش بطوله صعبه جدا معموله في الكاميرون. احنا الشعب المصري اتعودنا على البطوله دي. هو لو مش حاطط في دماغه ان احنا لازم نفوز بالبطوله لا دي هتبقى مشكله كبيره. في بعض التصاريح اللي قالها قال ان اهم حاجه عنده كاس العالم. فهو بالنسبه له فعلا الوصول لكاس العالم حلم كبير جدا، اللي ما حصلش لمنتخب مصر ان يوصل مرتين ورا بعض. يعني بنوصل قعدنا 30 سنة عشان نوصل بين السنة والسنة، فدي بين المرة والتانية. أيوة. فأتمنى طبعا النجاحات الفترة الجاية، لكن البطولة العربية من وجهة نظري لا، أنا مش بحط فيها المستوى للمنتخب المصري. بيدي فرصة للعيبة. يعني امبارح مثلا نتكلم إن أيمن أشرف، أنا مستغرب يعني هو شاف إيه في أيمن أشرف إن يلعبه في المكان ده. طيب أنت يعني سؤال يعني مقبول فعلا، او استفسار يعني. طبعا لعيب كبير جدا في مكانه. انا فاهم حضرتك، كلنا فاهمين، بس ده مش اول مره يتقال، ده تساؤل يعني طرح فعلا. ليه انت شفت؟ طب انت واخد مهند لاشين من نادي الجيش وما خدتش طارق حامد، وحصل في السوشيال ميديا كلام كتير جدا ما خدتش طارق حامد. طب صحيح. طب مهند لاشين ليه ما اديتوش امبارح؟ ما هي فرصه انك انت تشوف لعيب جديد. طيب في حاجات بقى كتير مش بالشكل ده، فهو زي ما بقول لك بيستكشف. فأتمنى إن شاء الله عندنا مباراة جاية الجزائر، مباراة صعبة جدا. بالظبط، لسه كنت هسأل حضرتك، لأن أعتقد هيبقى مستوى مختلف عن اللي احنا لعبناهم قبل كده. الجزائر تقيلة وأدائها كويس، فاللي جاي إيه بمتوقعه إن شاء الله يوم الثلاثاء؟ طبعا برضو هتكلم إن المنتخب الجزائري بغير اللعيبة الدوليين، الجزائر عنده لعيبة كبير جدا، لعيبة كبير جدا محترفين، والمغرب وتونس، غيرنا احنا المنتخب المصري عنده مثلا لو فكرت في القوام الأساسي المنتخب هتلاقي الناس اللي بتلعب دي ومعاهم محمد صلاح ومصطفى محمد، واذا كان مرموش
او تريزيجيه او رمضان صبحي مثلا وعبد الله السعيد. فبرضو انت بتلعب حوالي مثلا الفرقه اللي بتلعب بيها في البطوله العربيه حوالي 60% من المنتخب الاساسي. لكن المنتخب الجزائري ممكن مثلا تلاقي 10% من اللي بيلعب. يعني برضو مش هنقيم منتخب الجزائر اللي هو منتخب الجزائر المرعب اللي هو رقم واحد في افريقيا دلوقتي. مفهوم. لكن طبعا انت عارف المباراه مع شمال افريقيا كنا بنلعب الجزائر او المغرب او تونس، اولا المباراه تبقى صعبه شويه وفيها عصبيه زياده. لكن وصول الفرقتين احنا عايزين نبعد عن المغرب، يعني عايزين نعمل نتيجه ايجابيه لان انا شايف ان المغرب هتبقى اول المجموعه. فعايزين نبعد عن المغرب، ما نلعبش مباراتين ورا بعض، نخلص الجزائر نحط علينا على المغرب في مباراه صعبه جدا. فاتمنى ان احنا نقدر نكسب ونعمل نتيجه كويسه وعلى الاقل نعمل اداء كويس يطمن الجمهور المصري. الجمهور المصري بيتفرج لكن لسه عنده قلق، عنده قلق من مستر كروش، مش حاسس ان المنتخب المصري هو ده اللي احنا هنلعب التصنيف الاول في تصفيات كاس عالم. فهنلعب فرق قويه جدا طبعا. فهل المنتخب ده لو لعبنا قابلنا مثلا الجزائر، المغرب، تونس، السنغال، نيجيريا، هم دول خمسه في التصنيف الاول، هل المنتخب المصري لو لعب فرقه بالفرقه دي هل شكل المنتخب المصري اداؤه يقدر فعلا نعدي المرحله دي ونوصل لكاس عالم؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه في اول تجربه نقول لمنتخب الجزائر. انا شايف دي اول تجربه قويه لمستر كروش او حقيقيه، خلينا نقولها بالظبط كده. بالظبط كده. فهي دي اللي هتبين بقى شكل المنتخب في المباراه دي ايه. انا بتفق مع حضرتك جدا، ويمكن ده السائد فعلا عندنا تحديدا من قبل المتابعين والجماهير، ان الناس لسه ما حدش قادر ينتقد قوي اداء كيروش ولا يدعم قوي اداء كيروش، لان احنا لسه في يعني منطقه الوسط، احنا مش عارفين نحدد، احنا مش قادرين نفهم. في ناس شايفه ان ورا الشغل اللي بيحصل ده شغل هيبقى محترم جدا جدا، وفي ناس بتقول لا احنا لو استمرينا كده احنا رايحين في داهيه. يعني بحكي لحضرتك المصطلح اللي اتقال يعني منتهى الشفافيه. بالظبط فعلا، وحقنا ان احنا نبقى مش فاهمين، ان احنا زي ما حضرتك قلت شفنا توظيف للعيبه مش في اماكنهم، المهاجمين بقوا وينجات، ناس بتنزل، يعني علينا وعليها علامات استفهام في التوقيت ده في المكان ده. ف يعني مش هو عارف، يعني مثلا يعني هو عنده قناعه مثلا دلوقتي مصطفى محمد مش موجود، بيوظف محمد شريف برضه كجناح ليه؟ لانه برضه عنده قناعه ان 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 مكان رقم 9 المهاجم محجوز لمصطفى محمد، فبيدي فرصه لمحمد شريف عايز يبقى وفي وقت من الاوقات موجود مصطفى محمد، وعايز يستفيد برضه محمد شريف، وعايز مع 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 محمد صلاح، ده الثلاثه اللي قدام اللي عايز يستفيد منهم، الثلاثه اللي بيعرفوا سهل قوي ان محمد شريف هداف، مصطفى محمد هداف، محمد صلاح هداف، في اوقات مثلا مرموش يخش معاهم. فهو مقتنع ان مثلا محمد شريف كل الشعب عمل الجماهير كلها تقول لا محمد شريف مهاجم، محمد شريف مهاجم، محمد شريف هداف الدوري وهو بيلعب في مركز راس الحربه، لكن هو عنده اقتناع ان يدي محمد شريف جناح. هو عنده بس محمد شريف اصلا كان بيلعب جناح قبل ما يبقى مهاجم. أكيد بس أكيد حضرتك شفت بس يعني نجح. محمد شريف نجح فين؟ لما بقى مهاجم. بالظبط كده، ما هو ده اللي احنا بنتكلم ما هو ده هو انا بقول لك برضه قناعات. اي مدير فني عنده قناعات معينه. اي حد مهما يكلمه فيها هو شايف كل ربنا بيدي كل واحد عين يشوف بشكل مختلف. انا بشوف اللعيب ده بشكل مختلف، ده بيشوف اللعيب بشكل مختلف. هو شايف ان مثلا لعيب معين مثلا الناس كلها لازم تاخده المنتخب، لازم تاخده المنتخب، هو شايف مثلا ما ياخدوش المنتخب، وجهه نظره. فالعين بتختلف في الاراء، وعين تختلف في التقييم. هو بالنسبه له ده عنده ثقه في شغله، اكيد راجل السي في بتاعه هو واضح جدا ان هو واثق جدا، حتى من التصريحات الصحفيه بتاعته بعد كل مباراه هو راجل بيتكلم بمنتهى الثقه، يعني ما بيطلعش يقول مثلا اي حاجه تدل على ان هو شاكك في قدرات المنتخب. هو دايما بيتكلم ان احنا قادرين على الفوز، احنا ما عندناش اي فكر تاني غير او اوبشن تاني غير ان احنا هنفوز، احنا داخلين عشان نفوز. دايما بيتكلم بالمنطلق ده، وما بيردش على الناس اللي بتنتقد خالص. يعني ده برضو فكر، ما هو ده طبيعه الراجل اللون الاجنبي سيستماتيك او بيتقال يعني اجنبي، ما بيفكرش، عنده هدف معين. ما هو ده عشان كده المدرب الاجنبي بينفع في النادي الاهلي، نادي الزمالك، ومنتخب مصر. ليه؟ بيبعد عن كل تاثيرات السوشيال ميديا. لو مدرب مصري مثلا هيقعد هتلاقي ضغط في الاعلام، في البرامج التلفزيونيه. شفت ده مع كابتن حسام طبعا، يعني حصل في البرامج التلفزيونيه، في الجرايد، في كل في وقت كل تك تك تك.
بيتاثر. اوعي تفكري لحظه ان اي مدير فني مصري ما بيتاثرش، لكن المدرب الاجنبي ما بيوصلوش حاجه، ما بيقراش حاجه، ممكن حد يوصله بشكل معين حته صغيره بس، لكن هو ممكن يقول له ايه، خلي بالك الشعب المصري ما عندوش بديل غير الفوز، فبيتكلم تملي للفوز. لما بيغلط مره مثلا يقول لك ايه، اصل احنا بنشتغل وهنحقق المستحيل. قال مره الكلمه دي خلت الشعب المصري يقلق، ايه هو المستحيل؟ لا احنا مش مستحيل، احنا لا نوصل كاس عالم سهل جدا. احنا فكل كلمه دلوقتي في السوشيال ميديا بتتفسر للاسف اوقات بيبقى ليها ضرر اكتر ما ليها نفع. فعشان كده كل كلمه لازم تتقال في حد او ماسك مدير فني، ماسك حاجه مهمه، او ماسك هو رقم الهيد، لازم يخلي باله من تصريحاته جدا جدا جدا، لان دلوقتي في برامج بتتعمل عشان كل تصريح بيتقال ويفضل يتحلل التصريح ده ايه، ويفضل يتحلل هو قصده ايه وهو فكره ايه. فكل كلمه لازم تتقال في وقتها، لازم تكون بشكل معين. طب كابتن احمد هسالك سؤال وعايز رد بصراحه، هل احنا كجمهور ممكن نكون الى حد ما يعني ظالمين شويه او بنيجي شويه على المديرين الفنيين المصريين اكتر من الاجانب؟ يعني احنا يعني زي ما بيتقال كده صدرنا واسع ليه عقدة الخواجة، يعني بنعدي للاجانب ولكن نيجي للمدربين المصريين بنوقف لهم على الواحده. هل حضرتك بتشوف كده مثلا بعض مننا؟ من وجهه نظري ده فعلا بيحصل، وما عندناش طول بال مع المدرب المصري زي ما عندناش طول بال مع الحكم المصري. يعني برضو يعني تخيلي كده في مباراه معينه. بس ليه بتقول كده يا كابتن؟ احنا ما اعرفش، تحس مثلا لما يجي حكم مصري حكم مباراه مثلا اهلي والزمالك ما بنستحملش، لكن لو جه حكم اجنبي وعمل اخطاء كارثيه ولا كانه شايفين. ولا اولا اول ما يبقى في حكم مصري كل الناس بتتفرج على الحكم هيعمل ايه، هيغلط ولا، لكن لو في حكم اجنبي خلاص بيريح دماغه. لا بس اوقات كتير بيبقى في تحكيم اجنبي بننتقده برضه، لان بيبقى في تعارض يعني في أكيد حاجات أكيد بالعين متشافه يعني. بس مش زي الاول ما تعرفي ان في حكم مصري النهارده للمباراه هيبقى تركيزك متربص له في اي خطا، غير هيبقى فيه اللي هو زي ما بيتقال ايه نظريه المؤامره شويه عند البعض، اللي هو ده اللي بتكلم عليه. هو ده اللي بتكلم عليه بالنسبه يعني. برضو للمدرب المصري، برضو الشعب المصري عندنا، عشان كده ما بقول لك فكر النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيريح دماغه، او الانديه الكبيره بتجيب المدرب الاجنبي عشان عارفين ان الشعب طبعه كده، طبعه ان هو مش مقتنع بالمدرب المصري، مع ان في مدربين مصريين على اعلى مستوى طبعًا وعندهم فكر على اعلى مستوى. مش كل الناس بتفكر كده برضو، خلينا نقول ان البعض يعني اكيد. بص احنا الواحد يتكلم اللي واللي عليه، وانا اتكلمت في النقطه دي في كذا برنامج. اللي حصل مع كابتن حسام البدري حاجه غريبه جدا. كابتن حسام البدري ما خسرش ولا ماتش، تيجي للسوشيال ميديا هو ما عندوش قابليه او ما عندوش قبول بالنسبه للجمهور المصري في الكوره، ما عندوش قبول، فدي اللي وصلت ان اللي يتغير السوشيال ميديا. لكن انا شايف ان الاداء المنتخب المصري ما كانش يستدعي تغيير يعني، ولا ودلوقتي ما فرقش كبير قوي عن الاداء في الوقت مع كابتن حسام. يعني بنكسب برضه، كنا بنكسب مع كابتن حسام والنتائج كانت، بس هي رؤيه معينه، جايز استراتيجيه قدام عايزين مثلا مدير فني في كاس العالم ما نوصل اجنبي، فدي افكار كلها. بس هي من الاول كانت، ما انت لازم برضو كاتحاد الكوره لازم اجي اختار، انا بختار مدير فني 4 سنين من المرحله الاولانيه، من اول مثلا 2018 بعد ما خلصنا 2000 كاس عالم 2018 لغايه 2022، ال4 سنين دول تحضير لكاس العالم. مش ما اغيرش، اما اختار حد لازم اكون اختاره عشان هو ده اللي هيمثلني في كاس العالم، مش هفضل اغير. فدي اللي اختار من الاول، انا شايف اللي اختار من الاول ما كانش على قد الفكره الصح، اختاروا كابتن حسام البدري وفي الوسط اطاحوا بيه وبالجهاز الفني، اللي هو انا شايف من وجهه نظري ان هو اتظلم. طيب يعني لو ما كانش اختيار صح كابتن حسام من البدايه، مين اللي كان المفروض يكون الاختيار الصح؟ كنت فكرت بمدير فني اجنبي على مستوى عالي زي مستر كروش من الاول. يعني حضرتك شايف ان من الاول ما كانش المفروض يبقى فيه اصلا حد مصري؟ لا طبعا بالظبط، من الاول. بعد انا نسيت، احنا وصلنا مع المدرب اللي كان قبل كده مدير فني لمنتخب مصر، كان الجهاز، خلصنا كاس عالم 2018. اجيري ولا مين؟ لا ما كانش اجيري، كوبر كان المفروض بقى ساعتها مدير فني على اعلى مستوى، اسم كامل معانا من 2018 ل 2022. ده وجهه نظري، وده اللي بيشتغل عليه جميع دول العالم. بعد كاس عالم نجحت او فشلت بتقرر الراجل ده نجح في كاس العالم، خلاص هيكمل 4 سنين جايين،
فشل جهاز فني جديد اربع سنين بقيمه خلال الاربع سنين وصول لكاس العالم. انت كابتن احمد ممكن يعني يبقى عندنا في منتخب مصر مدير فني مصري واحنا نبقى متقبلين ده؟ يعني امتى نوصل بهذه الثقافه وفي نفس الوقت بالامكانيات اللي عندنا اللي تقدر فعلا يعني تاهلها انها تمسك منصب زي ده؟ عايز اقول لك ان معظم النجاحات بصراحه معظم النجاحات لمنتخب مصر على ايد جهاز فني مصري. مش عايزين ننسى الانجاز اللي عامله كابتن حسن شحاته طبعا الجهاز الفني وكابتن طبعا عشان كده بقول لحضرتك الموضوع غريب. كابتن حمد مش صدقي. مستحيل يعني كابتن احمد سليمان جهاز كله مصري على اعلى مستوى. اذا الموضوع جايز. كابتن جوهري طبعا كاس افريقيا 98 86 بس كان مستر سميث وكان معاه جهاز فني مصري كابتن طه بسلي مثالي وكابتن شحته. لكن كل النجاحات اللي بتكلم عليها لمنتخب مصر على ايد جهاز فني. ما ده عشان كده بقول لحضرتك امتى نقدر تاني نرجع يبقى عندنا يعني مدير فني مصري للمنتخب ومتقبلينه؟ لان احنا الفتره اللي فاتت فعلا دي احنا بنتكلم بالثقافه بتاعت الفتره يعني الاخيره اللي فاتت فعلا حضرتك بتتكلم صح ما فيش قبول لمدرب مصري. ليه؟ ما اعرفش. مع ان احنا عندنا أنا كوادر انا بتكلم عندنا كوادر بس لازم دعم من الشعب المصري اللي جاي جهاز فني مصري. يعني لازم نتفق كلنا كشعب على مدير فني واحد كلنا ونقف في ظهره. لكن انا شايف ان بتخش ساعه انتماءات المدير الفني ده اهلاوي ولا زملكاوي. لو اهلاوي هتلاقي طب اشمعنى زمان ما كانش ده موجود؟ ما ده غريب برضو. انت عارف السوشيال ميديا واللي بيحصل في السوشيال ميديا خلت فيه عصبيه شويه وتعصب شويه بين الجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. ده بيتكلموا مين في المنتخب؟ عدد اللعيبه في الاهلي اكتر ولا عدد لعيبه الزمالك اكتر؟ وبيحصل تنافس قوي على عدد اللعيبه. عمرها ما كانت بتحصل دي. لا لا طبعا دي صوره مش بالظبط مش بتاعتنا. فنتكلم برضو مدير فني اهلاوي هتلاقي جمهور الاهلي بيدعمه وجمهور الزمالك السوشيال ميديا تقعد تخبط فيه. يعني حضرتك شايف دي النقطه الاساسيه مش حاجه ثانيه يعني وجد. لكن الكفاءه موجوده اكيد طبعا. في كفاءات كتيره طبعا في مصر. وزي ما قلنا يعني كابتن حسن شحاته لما جه برضو كابتن حسن شحاته كان ماسك فرقه درجه ثانيه فرقه المقاولين ساعتها كان واخد بيه جهاز مصر. هو انتقد برضو في البدايه لكن نجح. لكن ليه نجح؟ لان كان ساعتها في شريحه كبيره جدا. كابتن حسن شحاته اسم كبير جدا على فكره طبعا كبير. في شريحه كبيره جدا كجمهور اهلاوي وجمهور زملكاوي بيحبوا كابتن حسن شحاته. ما كانش في سوشيال ميديا بالشكل ده. كابتن حسن زملكاوي فالناس كلها تبقى لا. فانت عارفه ان اختيار نفس اتحاد الكوره ما بيجي يختار المدير الفني او الجهاز الفني للمنتخب بيقعد يحسبها. اذا كان مثلا كابتن حسن شحاته زملكاوي لازم اجيب مثلا معاه كابتن شوقي غريب مثلا من المحله، كابتن حماده صدقي من النادي الاهلي، كابتن احمد. بتبقى مش المدير الفني هو اللي بيختار انا عايز مين او مين الناس اللي بتشتغل معايا. فيها توازنات. في وقت من الاوقات قالوا ان كابتن ايهاب جلال، انا بحترم جدا فكره ايهاب جلال الفني. في وقت اتكلموا مع ايهاب جلال وقالوا هيجيبوه. ايهاب جلال ليه جهاز معين. مع احترامي الجهاز المعين ده مين؟ قالوا لا احنا لازم نجيب لك الجهاز المعين. انت مثلا الاسماعيلي هنجيب لك واحد من الاهلي مفهوم. واحد من الزمالك. مفيش كده. انا بجيب المدير الفني واقول له اختار الجهاز اللي معاك لان هو ده اللي هينجحه ايا كان الاسامي. ده مصر يعني هي دي بالظبط كده. هي دي النقطة. لكن احنا عندنا في الاختيارات ليها توازنات معينه. نتمنى الصورة دي تختفي نرجع زي ما كنا زمان. أتمنى يعني عايزين الصورة نفرح. السليمة المحترمة اللي احنا دايما يعني عارفينها. فعلى كل حال الفقرة للأسف خلصت كابتن أحمد. الوقت بيجري بس نتفائل يعني أكيد. أنا عايز أختم بس يعني رسالة كده نتفائل باللي جاي. عايزين نفرح من 2006 2008 2010 كانت سنين دي مش هتنسى. بصراحة عمرنا ما هننسى الست سنين دول. احلى نجاحات احلى ان شاء الله تتكرر تاني. املنا كبير في كيروش. لازم هنبقى داعمين لازم هنبقى واثقين في كل خطوه بيعملها لغايه لما النتيجه بقى نشوفها باذن الله على الارض الفتره اللي جايه. وبالتوفيق بقى يوم الثلاث باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب طبعا وبالتوفيق طبعا النادي الاهلي طبعا نادينا ولعبة النادي الاهلي وان شاء الله كده. شكرا ليك يا استاذ احمد نورتنا. هنروح فاصل سريع جدا ونرجع بقى نقرا مع حضراتكم يعني ارائكم في فقره السوشيال ميديا.